مع رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية الدكتورة بدرة قعلول. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا. طبعا نتحدث عن العائدين من مناطق قتال داعش في ظل الخسائر طبعا التي يتكبدها التنظيم، انهياره في الموصل، خسائر في الرقة، الآن مع المعركة التي تتقدم يوما بعد يوم. العائدين والعائدات عندما يعودوا، هل هناك أمل في إعادة إخراطهم من جديد في المجتمع اجتماعيا؟ كيف يمكن ذلك مع طبعا الخطر الذي تمثله عودتهم في كل الحالات؟ شكرا، مساء النور، مساء الخير. في البداية أنا أريد أن أقول أن صح أنه عناصر داعش والعناصر الإرهابية تتكبد هذه الفترة يعني خسائر كبيرة جدا، لكن لا يمكن أن نقول أنهم كلهم ماتوا أو أنهم يعني تابوا أو رجعوا إلى ديارهم. يعني هم تصعب فعلا رجوعهم، وخاصة أنا أتحدث عن تونس، هناك احتياطات أمنية كبيرة جدا يعني، وهناك تواصل مع مخابرات عالمية للتنسيق مع بعض. على كل، لكن المعلومات التي لدينا إلى حد الآن أن هناك فرار كبير جدا، وهناك رجوع هؤلاء العناصر إلى ليبيا، أين لا توجد إلا دولة يعني إلا نظام، الأمور مرخصة عندهم، فهناك رجوع. ونحن كمركز وأنا شخصيا قد كتبت في الواشنطن تايمز وقلت إنه هناك خطر شديد يداهم شمال إفريقيا، وخاصة أن في الفترة السابقة كان كل التركيز على داعش، ونسينا أن في شمال إفريقيا من يتمركز هي القاعدة وأجنحتها. طيب خلينا في موضوع العائدين من داعش بالتحديد دكتورة بدرة، حتى لا نخرج عن موضوع الملف هذا بالتحديد، لكن دكتورة موضوع تأهيلهم اجتماعيا تحدي في ذلك، يعني كيف يمكن الوثوق من جديد في شخص التحق بتنظيم إرهابي وعاد إلى وطنه؟ أقول لك يعني هم رجعوا إلى ليبيا وهناك بعض التسللات والدخول إلى تونس. نعم. بالنسبة لنا لا يوجد إلى الآن برنامج لإعادة تأهيل، أو حتى أنه حتى الوثائق يعني، ومعناه تأكيد أنه كان يرتكب في الجرائم أو كان في داعش أو كان ينخرط داخل تنظيم معين. إعادة تأهيل وإلى أي مدى، ونحن نعمل على هذا الملف تحديدا، حتى رئاسة الحكومة التونسية تعمل على هذا الملف، إلى أي مدى يمكن إعادة تأهيل هؤلاء وتقديم يعني الإعانات النفسية والاجتماعية، وحتى معناها يمكن إخراجهم من هذه الدمغجة الإرهابية. طيب هم العائدون دكتورة بدرة إذا سمحت لي نظرا لضيق الوقت، هم العائدون هل لديهم هذه الرغبة في التأهيل، في العودة مجددا إلى المجتمع من خلال يعني ما من ربما شاهدتهم أو من سمعتي عنهم حتى أو التقيت بهم؟ أوكي. بالنسبة للمجموعات التي تم إلقاء القبض عليها يعني، وهي متورثة تماما في داعش في سوريا في الموصل أو في الرقة، فلا توجد لديهم أي استعداد لا نفسي ولا يعني فكري بأن يتراجعوا عن ما هم فيه، لأن الدمغجة ما يعني هم مدمغجين إلا قليل، باش ما نكونوش حاسمين معناها في الموضوع، إلا قليل يعني تحس إنك في نقاشك معهم أو في الكلام معهم، مقابلاتنا معهم يعني فيهم نوع من الندم، أو يقولون أنهم تم التغرير بهم أو إلى ذلك. إلى أي مدى يمكن صدقهم؟ نعم. هذا يجب له العمل كثير جدا، لكن للأسف إنه تونس مثلا، نحن في تونس ليست لنا استعداد صراحة، وقد خرج الشعب يعني نعم دكتور أمام وزارة الداخلية وأمام الحكومة التونسية وقال لا لعودة هؤلاء. نعم دكتور، لا تتحمل هؤلاء. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة دكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، كنت معنا عبر الهاتف من تونس.